قفى قلبه صحيح نتيجة الهلع والخوف الشديد جراء القصف من الطائرات الحربية. يعني كان هنالك ترجمة فعلية لجملة مات من الخوف باللغة العامية. هذا هو حال أطفالنا في غزة، وكل هذه الأثار النفسية التي قد تنعكس إلى أثار جسدية وقد تؤدي إلى ارتقاء شهداء. تحدثنا عن أن من مجمل الإصابات جراء هذا العدوان هنالك حديث عن 32 طفل مصاب بجروح بالغة متوسطة وطفيفة جراء كل هذه عمليات القصف المتواصلة هناك. سنتحدث أكثر عن هذه الأثار النفسية، كيف يتعامل القانون وكيف يحمي أطفالنا الفلسطينيين. هناك اتفاقيات دولية تلزم جميع دول العالم لاحترام حقوق الطفل، ولكن إسرائيل كعادتها تضرب بعرض الحائط كافة القوانين. الحديث أكثر تنضم إلينا في الأستوديو الدكتورة ولاء البطاط، أستاذة الإعلام والباحثة المتخصصة في قضايا الأطفال. أهلا وسهلا بك دكتورة. صباح الخير. صباح الورد. صباح الخير. صباح الخير لكم، وصباح الخير للسادة المشاهدين. صباح الخير لشعبنا الفلسطيني، والرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال وشهدائنا الأطفال، والحرية لأسرانا البواسل وأطفالنا الأسرى أيضا. أمين. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. يعني في البداية، إذا ما أردنا إجمال الوضع النفسي والصحي للأطفال هناك كباحثة مختصة في هذا المجال، كيف تقيمين ما يجري اليوم من استهداف، وأن يكون بنك الأهداف الإسرائيلي هو أطفال فلسطينيين؟ من خلال متابعتك الأخيرة لهذا العدوان، يعني أن نصف حال الأطفال هناك في القراءة الأولى، ماذا لاحظتي؟ نحن نتحدث عن كارثة فعلية. ما يفعله الاحتلال هو ليس إلا سياسة ممنهجة وليست بجديدة، وهذه الأحداث التي اليوم تجري وقتل الأطفال، اليوم 6 أطفال. ولكن عندما نتحدث فيما قبل في عدوان 2021 وتجاوز عدد قتل الأطفال الاحتلال للأطفال 60 طفل، أيضا العدوان الذي كان في 2022 آب 2022 تجاوز 21 طفل في يومين، وأيضا العدوان مستمر، هناك استهداف واضح وممنهج. وإذا ما عدنا للنكبة، أيام النكبة، ووقفنا عند استهداف الاحتلال حتى في المجازر التي كان يرتكبها الاحتلال، ووقفنا ولمسنا هذه حقيقة استهداف الأطفال في كتاب مناحيم بيغين الإسرائيلي، زعيم الأرغون، زعيم عصابة الأرغون ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نتأكد بأن هذه السياسة ممنهجة عندما أكد في رسالة واضحة لزعماء العصابات الأخرى شتيرن والأرغون والهاغانا وإيتسل وكل هذه العصابات، قال لهم بفخر: نحن نجحنا من خلال استهداف الأطفال، من خلال ترويع السكان المجاورين للقرى التي استهدفت بشكل مباشر. يعني نعلم أن هناك كان استهداف لكل القرى والمدن الفلسطينية في 48، ولكن بعض القرى تم استهدافها بشكل مباشر. كان الاستهداف واضح من خلال يعني الممارسات الإسرائيلية، بقر بطون الحوامل، استهداف الأطفال كأجنة، وقتل الأطفال وتقطيع الأطفال، حرق الأطفال. هذه الأدلة وصلتنا من خلال شهادات حية لناس عايشوا النكبة، ربما كانوا أصلا جنود احتلال عايشوا وكانوا شركاء في هذه الجريمة، قالوا ما حدث فيما سبق، وأيضا ما وثقته بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي رافقت هذه العصابات ذاك الوقت. هذا المشهد ما زال مستمرا في غزة. نعم، النكبة مستمرة أضياء، النكبة مستمرة منذ ذلك الحين حتى اللحظة. هناك كانت على شكل عصابات تمارس الإبادة الجماعية ضد السكان، وفي لهدف ترويع السكان وأيضا تشريدهم من القرى المجاورة. وهذا ما قاله عودة لمنحيم بيغين عندما قال: لولا هذه المجازر وخلق هذا الترويع في السكان الذين كانوا في القرى وهجروا، وسكان المجاورين وتم تهجيرهم، لما أقيمت دولة الاحتلال الإسرائيلية. لذلك اليوم الاحتلال يواصل في تحقيق أهدافه ومواصلته في بقائه من خلال قتل الأطفال. يعلم بأن إنسانيا إذا درسنا الموضوع
الموضوع إنسانيا. نعلم أن نقطة ضعف أي إنسان هو أبنائه، فعندما تستهدف أبنائي أنت تحاول أن تخلق شيء ما، ولكن هذا لم ينجح ولن ينجح مع الفلسطيني. ردة فعل عكسية. دعيني أقول بالمناسبة دكتور، أحد الإحصائيات والدراسات أكدت أن أكثر من 91% من الأطفال في غزة بحاجة بالفعل إلى علاج نفسي، لكن دعيني نتحدث عن الجانب القانوني. ماذا يترتب على الدول والمجتمع الدولي قانونيا أخلاقيا إن وجدت في متابعة ما يجري ومحاسبة إسرائيل جراء هذه الجرائم البشعة واستهداف الأطفال ليس بجديد، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وما شاهدناه مؤخرا من استهداف الأطفال سواء في جنين في نابلس في الاقتحامات اليومية في كافة محافظات الوطن. ضياء، بقدر ما هذا السؤال مهم بقدر ما هو مؤلم. لماذا؟ لأن هناك اتفاقيات دولية، القانون الدولي بأكمله يكفل حقوق الطفل. صحيح. بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نعلمها، وإذا ما توقفنا عند اتفاقية حقوق الطفل وحدها التي صدرت بعام 1989 و54 مادة تكفل للطفل حقوقه كلها منتهكة من قبل الاحتلال بفعل الاحتلال. اتفاقية جنيف الرابعة، البروتوكول الثاني، كل هذه الاتفاقيات تكفل حقوق الطفل وتجرم هذه الانتهاكات، ولكن للأسف ضياء نحن أمام صمت دولي، لا يوجد ردع، لا يوجد حتى اللحظة. كل رغم هذا التجريم، رغم أن كل هذه الاتفاقيات تكفل حماية الطفل، إلا أن العالم ينظر بصمت. هذا مؤلم جدا ومؤسف جدا. علينا نحن أن لا نيأس، نحن نعيش حالة من الإحباط، لأن ما يحدث هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم يجب أن يحاكم عليها زعماء الاحتلال، قادة الاحتلال، ولكن حتى اللحظة لم نرى أي عقوبة تردع الاحتلال عما يفعل، لذلك هو يواصل في جرائمه دائما. فهذا مؤسف، هذا مؤسف جدا. نحن يجب علينا أن لا نتوقف عن المواصلة. ماذا علينا أن نفعل؟ علينا هذا السؤال مهم. علينا ضياء أن نبقى نوازي ما بين عرض الجريمة والموقف القانوني لها، كي نقوم بالضغط دوليا. اتفاقية حقوق الطفل تجرم قتل الأطفال، هناك حق للطفل يكفل للطفل الحياة، الحق الأساسي في الحياة. إذن يجب على طول أن نحاول موازنة هذا ما يدفعنا للحديث عن ضرورة تدويل القضية فلسطينيا، ولربما ما يحدث مع أطفالنا في قطاع غزة يدل على أن قانونيا ما يحدث هناك هو جرائم حرب. ممكن استغلال كل هذه المسوغات القانونية لمجابهة إسرائيل في المحاكم الدولية، وخير مثال على ذلك هذه الحرب الأخيرة وتميم الذي استشهد متأثرا بخوفه وذعره من الاحتلال. تميم الآن وقبل ريان، وكل يوم هناك جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين. نحن نتحدث خلال النصف عام، الآن نحن في شهر 5، لم نصل النصف العام، وصل عدد الشهداء تجاوز 25-26 طفل. هذا استهداف واضح ومباشر للأطفال. لماذا العالم يصمت؟ إذا نتحدث عن استهداف للأطفال، استهداف لذوي الأطفال، عندما تستهدف الاحتلال عمارات سكنية، ماذا يوجد في العمارات السكنية؟ مدنيين عزل. هل يحاول الاحتلال أن يدافع عن نفسه كما يحاول أن يروج دوليا؟ أهدافه هي الأطفال. هل يحاول أن يدافع عن نفسه من الأطفال؟ الأطفال العزل النائمون. عندما نستحضر قصص هؤلاء الأطفال نعلم مدى الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. علينا ضياء ودانا إعلاميا وسياسيا، علينا أن لا نتوقف بالضغط دوليا في من خلال الدبلوماسية ووزارة الخارجية. يجب أن نستمر وأن لا نحبط. هذا شيء مهم جدا، لأنه دوليا يجب أن تقدم قصصنا على حقيقتها. هناك بعض، وهذا دورنا في الإعلام، علينا أن نصدر الرواية التي نريد، أن نصدر المشاهد التي نريد. المشاهد اليوم ربما هي أبلغ من الحديث، المشاهد التي ترد أبلغ من الحديث، وعلينا انتقائها وتقديمها كقصص. ميار وعلي عندما كانوا يستعدون لرحلة مدرسية في اليوم التالي، هذه قصة، علينا تقديمها كقصة، لأننا نعلم دوليا ما هو المصوغ الذي يمكن أن يؤثر على المجتمع الدولي. وأيضا أمامنا كإعلاميين تحديين أو هدفين بشقين، مخاطبة دولية وأيضا التعامل مع الأطفال نفسهم. طيب دكتور، لكي نفهم ولكي يعلم المشاهدين بشكل أكثر حول طريقة تعامل المجتمع الدولي قانونيا مع قضايا الأطفال، لو تضعين في صورة الأوضاع كيف تتعامل مع مثل هذه القضايا؟
هل توضع على الرف جانبا ولا يتم التعامل معها إذا كانت فلسطينية، وازدواجية المعايير إذا كانت هذه القضايا قضايا الأطفال أوكرانيين أو في أوروبا أو في أي منطقة في العالم غير فلسطين. نعم، وازدواجية المعايير نحن رأينا باختصار ما حدث في أزمة الأزمة السورية الروسية الأوكرانية. صحيح. رأينا ما حدث ورأينا محاولة محاكمة بوتين على جرائمه في أوكرانيا. وهناك تجاهل تام لما يحدث والجرائم التي تحدث هنا. المجتمع الدولي ضياء، هناك شقين. أولا المجتمع الدولي لا تصله الحقيقة، الشعوب الدولية لا تصلها الحقيقة ربما كما يجب، لأن الإعلام الدولي يحاول أن يقدم الرواية الإسرائيلية، وهذا من خلال أبحاث على البروباغندا التي تمارس من قبل الإعلام الإسرائيلي. الإعلام الإسرائيلي لديه ماكينة مبرمجة تعلم جيدا ما يجب أن تقدم وما تقدم، وللأسف الإعلام الدولي بمجموعة من القنوات الأمريكية والبريطانية ومن ثم كافة القنوات تحاول أن تقدم، أن تتبنى الرواية الإسرائيلية. والرواية الإسرائيلية هي الدفاع عن النفس، لذلك علينا نحن كإعلاميين فلسطينيين وكإعلاميين عرب، واليوم الفرصة متاحة أكبر بالنسبة لنا، تقديم الرواية بشكل مناسب، تقديم الرواية كما يجب وبكل اللغات. أعلم الإعلام الرسمي الفلسطيني يفعل ذلك عن كثب، من خلال هناك وحدات خاصة بالتلفزيون بعدة لغات تعمل على ذلك، ولكن هناك يجب أن تكون مراكز أكبر إعلامية تقوم بنشر الأخبار، تقوم بتوحيد الخطاب. من المهم جدا ضياء ودانا بكافة لغات العالم طبعا، إضافة لذلك توحيد الخطاب أو توحيد اللغة التي يجب، لغة الإعلام التي يجب أن نخاطب فيها العالم. ما الذي نريد أن نصدره؟ هذا دورنا كإعلاميين، يجب أن يكون هناك جهات تقوم على توحيد الخطاب لتقديمه كما يجب دوليا. إضافة لذلك دانا وضياء علينا جيدا أن نقوم بمعرفة انتقاء المشاهد التي نريد. اليوم هناك بعض المشاهد التي تحمل الكثير من الألم ولا يحتملها أي إنسان، مشاهد الأشلاء. هذه المشاهد كم هي مؤلمة، هي ليست مؤلمة علي وعليك متلقي ولا على المجتمع الدولي الذي ربما لم يفتح الفيديو. نشر هذه القصص كما ذكرتي وهم يبتسمون وهم بحياتهم الطبيعية للوصول إلى العالم الخارجي بلغة تشبه نقدمها كقصص إنسانية، نقدم ماذا كانوا يحلمون، ماذا كانوا يريدون. وبأن الشهداء ليسوا أرقام، نؤكد على هذه المقولة. يعني سريعا أود أن يعني أثرتي نقطة، كوننا أهالي ولدينا أطفال نشعر بهذا الألم. اليوم وسط كل هذه حالة الذعر ولا إنسانية في التعامل مع أطفال غزة، كيف يجب أن يتعامل الأهالي مع أطفالهم كونك باحثة مختصة في هذا المجال، وخاصة أنهم في عين الحدث، هم شاهدين وشهاد عيان لما يجري من صحيح. أولا الأطفال هم ليس بمعزل عن ما نعيش، فلذلك الأهل يجب أن يضعوا الأطفال بصورة الوضع، ولكن يجب أن نحتويهم نفسيا، يجب أن نقدم دائما قوة الإرادة لدى الأطفال، يجب أن نجعلهم أقوياء من الداخل. يجب علينا أن نصور هذا الاحتلال بأنه صغير كي يقوى الطفل نفسيا، كي لا تحدث جرائم استشهاد الأطفال من الخوف والرعب التي حدثت مع تميم والتي حدثت مع ريان فيما قبل. لذلك على الأهل وبتعاون مع أخصائيين نفسيين وتربويين، وهذا يحتاج دور المدارس أيضا مهم جدا في هذا الجانب، يحتاج إلى تعاون مشترك ما بين التربية وما بين مجموعة من الأخصائيين الذين يجب أن تستند إليهم وتتعاون معهم، التربية والتعليم وذوي الأطفال. الخطاب يجب أن يكون معمم ما بعد العدوان على غزة، هناك عدوان مستمر، الضفة الغربية أيضا تتعرض لانتهاكات يومية. نحن نتحدث عن أكثر من 20 طفل شهيد في الضفة قبل العدوان. يعني هناك شبه دائم انتهاكات في حق الطفل الفلسطيني، عدا عن الأسرى الأطفال الذين تقوم قوات الاحتلال تقوم باعتقالهم بطريقة وحشية، تقوم بتعذيبهم، بحرمانهم من حقوقهم، حتى بالأسر تقوم بتعذيبهم جسديا ونفسيا. وهذا وثق في دراسات قمنا بها أنا ومجموعة من الباحثين، الطفل يتعرض لكافة الانتهاكات نفسيا وسياسيا، وحقوقه في التعليم هي منتهكة. الطفل عندما يصل إلى المدرسة يتعرض للضرب، يتعرض للانتهاكات. أنا في طريقي يوميا أرى الأطفال وهم خائفون من
جيش الاحتلال الحواجز وأيضا المدرسة التي يريدون أن يصلوا إليها كلها جنود احتلال ويقوموا بتصويب الأسلحة نحو الأطفال مثل ما يحدث في منطقة تل رميدة في الخليل بالمناسبة. هي منطقة عسكرية مغلقة والأطفال عندما يريدون أن يذهبوا إلى مدرستهم يتم تفتيشهم في أكثر من مرة حقيقي. ومجرد وجود آلة حادة على سبيل المثال مسطرة حديدية يتم اعتقال الطفل بحسب يدعى الاحتلال أن ربما تكون لذلك روايتنا ضياء أدانا أنا آسف على التقطيع هنا كإعلاميين علينا قلت في السابق رسالتنا ذات شقين. الشق الأول علينا اختيار ما يجب أن نقدمه بشكل مكثف وبلغات مكثفة خطابنا الدولي للمجتمع الدولي وخطابنا الآخر كإعلاميين وبشكل مدروس للأطفال. هؤلاء صحيح. الأطفال مسؤوليتنا أيضا ليس مسؤوليتنا كأهالي وليس مسؤوليتنا كتربية وأيضا مسؤوليتنا كإعلام علينا أن نحتويهم أن نقدم ما يجب أن يقدم لهم. هنا في رسالة قوية الاحتلال لا يستهدف فقط حياة الطفل وحرية الطفل وحماية الطفل أيضا الاحتلال يستهدف وعي الطفل. لذلك هو حتى الإعلام الرسمي هوجم سابقا لأنه يقدم مساحة كانت للطفل وحرب المناهج في القدس صحيح أيضاً وحرب المناهج والمساحة وحرية الرأي والتعبير الخاصة بالطفل كل هذا لضرب الوعي والهوية الفلسطينية وإبعاد الطفل الفلسطيني عن الساحة السياسية وخلق يعني مشاعر الخوف بأن إذا ما كنت مقترب من هذا الوطن صحيح. من هذه الحقوق فأنك ستتعرض صحيح. للاعتقال والملاحقة وهذا ما يضر أيضا في العائلة الفلسطينية صحيح. ككل. جزيلا الشكر لك يا دكتورة ولاء على كل هذه الإيضاحات الأستاذة في الإعلام وأيضا الباحثة المختصة في قضايا الأطفال. يسعد صباحك يعطيك ألف عافية. إذن مشاهدي الكرام مستمرون معكم في هذه التغطية. سنذهب الآن مباشرة إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة ونتحدث عن ارتفاع حصيلة الشفاء.